عايز اطلع اصطاد تسقيط وخايف ومرعوب من دوار البحر. طيب هقول لك تعمل ايه عشان ان شاء الله تطلع ومش هيجي لك دوار. اول حاجه افهم الدوار بيجي منين. الدوار بيجي يا جماعه رقم واحد من الودان، من الاذن الوسطى. لو عندك مشاكل في الاذن الوسطى ما تطلعش صوت تسقيط. ليه؟ هيجيلك دوار، هيجيلك دوار. عالج ودانك بعد كده اطلع تسقيط. ده اول سبب. تاني سبب التوتر والخوف الشديد. لو انت خايف ومتوتر زيادة عن اللزوم هيجيلك دوار. طيب ازاي اعالج الدوار او اخد بالاسباب اللي ان شاء الله لو عملتها مش هيجيلي دوار؟ هقول لك انا خمس خطوات. خمس خطوات. طيب اول حاجة واهم حاجة فيهم ايه هي؟ ان اول طلعة ليك في صيد التسقيط لازم تطلع في بحر عدل. يكون البحر عدل بمعنى ايه؟ البحر يكون عصيرة. راقب كده المواقع بتاعت الطقس او النشرات الناس اللي بتنزلها واطلع في بحر عدل، يكون البحر حصيرة. دي لازم تهتم بيها، دي اول حاجة. طيب تاني حاجة، اليوم اللي انا طالع فيه بالليل احاول ما اكلش مسبك كتير وابعد عن الحاجات اللي فيها سكريات كتير. تمام دي تاني حاجة. تالت حاجة، جيب برشام للدوار متوفر في الصيدليات. اللي مشهور اللي هو ايه؟ البرشام اللي اسمه درامينكس، وفي نوع تاني اسمه ملخبط كده كاتبه اسمه امو حاجة بلس. ده افضل من الدرامينكس. روح الصيدلية لو لقيته هاته، ما لقيتوش هات ايه؟ الدرامينكس مش وحش. دي تالت نقطة. طيب رابع نقطة ونقطة مهمة جدا، كده انت بتطلع تسقيط بتطلع بعد الفجر، يبقى قبل ما اطلع صلي الفجر واطلع. ليه؟ صلي الفجر ربنا هيكرمك، هتلاقي نفسك نفسيا مستقر، وفي نفس الوقت هتاخد بركة الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يبقى كده ان شاء الله ربنا معاك. يبقى صلي الفجر واتكل على الله واطلع. طيب خامس حاجة، ودي انا مخليها اخر حاجة عشان خاطر دي ان شاء الله باذن الله هتعملها 80% بسببها ان شاء الله مش هيجيلك دوار. دي عن تجربة ناس كتير طلعت وعملت بالموضوع ده والحمد لله ما جالهمش دوار. ايه هي؟ ركز معايا. قبل ما تنام اغسل ودانك كويس، اغسل ودانك كويس بقطنة بأي حاجة، نظف ودانك كويس. وانت طالع من البيت هات قطنة. تمام؟ راحت فين المنديل؟ ما علينا. هتجيب قطنة وتروح جاي برامها وسدد بيها ودانك من هنا وسدد بيها ودانك من هنا. ركز معايا، جيب قطنتين وسد بيهم فتحة ودانك. دي اللي عليها العامل الكبير عشان ان شاء الله مش هيجيلك دوار. يبقى وانا طالع من البيت اعمل ايه؟ احط قطنتين في وداني. ايه تاني؟ لازم يبقى في جيبك لبان، هات لبان او مستيكه. قبل ما تطلع المركب خلي دايما بقك شغال بايه؟ باللبان والمستيكه. طول ما انت في الرحله حاول هات لك باتنين تلاته جنيه مستيكه او لبان وخليه في جيبك وشغل بقك على طول. دي اهم نقطة، هي ونقطة البحر العدل. خلاص يا جماعة، ان شاء الله ركز على النقطتين دولت، اهم نقطتين انك تطلع في بحر عدل وان انت حط قطنتين في ودنك والبان في بقك، وباذن الله مش هيجي لك دوار. ده عن تجربة ناس كتير خدت بالاسباب دي كلها وطالع. اخر حاجة، انا طالع عملت كل ده وجيت طالع المركب لقيت نفسي متوتر وخايف زيادة عن اللزوم
وحس ان بطني وجعاني، الخوف مسيطر عليا، لف وارجع ما تركبش المركب. ليه؟ التوتر والخوف اللي مسيطر عليك ده هيجيب لك دوار. خلاص يا جماعه، باذن الله باذن الله لو عملت بالكلام ده مش هيجي لك دوار بحر. ربنا كرمك وعملت اللي انا قلت عليه ده وما جالكش دوار، اعمل ايه؟ اللي انا قلته ده فيد بيه غيرك، بحيث ان الناس كلها تستفيد والناس كلها نفسها تطلع تسقيط ومرعوبه من الحاجات اللي بتسمعها عن دوار البحر. يبقى ربنا كرمك طلعت وما جاش دوار، ما جالكش دوار، انصح بيه صاحبك، انصح بيه اي حد حابب يطلع تسقيط وخايف ومرعوب، بحيث ان كلنا نفيد بعض وكلنا ان شاء الله نؤجر وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.